أهلا بكم مشاهدينا، وهذه الفترة التحليلية لأصداء وتداعيات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل من برلين وبلغراد، وينتظر أيضا وصول الرئيس إلى فرنسا استكمالا لجولته الأوروبية. زيارات متعددة وتحركات إقليمية ودولية يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقا من مكانة وقوة مصر على المستوى الإقليمي والدولي وثقلها السياسي وقيادتها للجهود الدولية سواء في مجال مكافحة تغير المناخ واستعدادها لاستضافة قمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، أو لاحتواء الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على المنطقة، وأيضا العمل على الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر وتبادل وجهات النظر مع قادة العالم حول الملفات المختلفة في المنطقة، من ضمنها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية وقضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب. معنا في هذه الساعة التحليلية الأستاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير وبعده نبدأ حوارنا، ابقوا معنا. بهدف تعزيز التعاون بين مصر وكافة دول العالم، تأتي جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية للتأكيد على حرص مصر لإقامة علاقات متميزة وشراكات متعددة مع دول القارة في جميع المجالات وبشكل خاص النواحي الاقتصادية. وتؤكد جولات الرئيس السيسي الخارجية مكانة مصر ودورها الريادي في المنطقة في ظل الصراعات والتحديات التي تواجهها دول المنطقة. زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا جاءت في توقيت هام وظرف دقيق يمر به العالم أجمع، وعبرت عن مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وعلاقاتهما الثنائية المتميزة، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. التحذير من خطورة التغيرات المناخية أكد عليه الرئيس السيسي في كلمته بالجلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرغ للمناخ، كما أكد على أهمية التنسيق وحشد التوافق الدولي حول تغير المناخ، وشدد على أن مصر عززت خطواتها للتكيف مع تغير المناخ وأنها لن تدخر جهدا لإنجاح القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. وخلال لقاءاته مع المسؤولين في ألمانيا، أكد الرئيس السيسي على أن مصر مصممة على المضي قدما في تعزيز الشراكة مع ألمانيا، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت نقلة نوعية في الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات خاصة التجارية والاستثمارية بجانب قطاع الطاقة. وفي بلغراد كانت محطته التالية بعد برلين، واعتبرت زيارة الرئيس السيسي إلى صربيا بالتاريخية لكونها تعد أول زيارة لرئيس مصري منذ 35 عاما. واكتسبت الزيارة أهمية خاصة وكبيرة باعتبارها تمثل تدشينا لتعاون متصاعد في الفترة القادمة بين البلدين في جميع المجالات. ملفات عدة تصدرت مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الصربي ألكساندر فوتيتش، وركزت على تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. وبهدف تعزيز العلاقات، شهد الرئيس السيسي مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين مصر وصربيا في العديد من المجالات. نشاط الرئيس السيسي وزياراته المختلفة عكست أهمية ومكانة مصر الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز التشارك بين مصر وغيرها من دول العالم في المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية وتحقيق متطلبات الأمن القومي المصري وتعزيز القدرات المصرية في كل المجالات وتوفير التعاون الدولي مع جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً. اهلا بحضراتكم مره اخرى، نبدا حوارنا مع ضيفنا الاستاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط للشؤون الخارجيه. استاذ محمد، يعني قبل جوله الرئيس الاوروبيه كان هناك ايضا زيارات متبادله من جانب قاده دول الخليج، ثم قمه جده. هذه التحركات الدوليه التي تقوم بها مصر في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم ازمات في الغذاء في الطاقه، تحديات كبيره تزداد صعوبه يوما بعد الاخر، كيف تراها؟ صحيح. يعني بداية نحن أو السادة المشاهدين يجب أن نعلم جميعا أننا بصدد إعادة تشكيل لنظام دولي جديد. نعم. النظام الدولي الذي تشكل من وجهة نظري بعد الحرب العالمية الأولى وليس الحرب العالمية الثانية، هذا النظام الدولي بأركانه ومفرداته يتم منذ أكثر من عامين أو ثلاثة صهره، عملية صهر للنظام القديم تمهيدا لإعادة تشكيل. عملية الصهر اللي تمت أولا
من خلال أزمة كوفيد 19 كورونا، ثم الآن الحرب الروسية الأوكرانية، ولا نعلم إن كان هناك خطوة ثالثة أم لا على صعيد صهر أو تفكيك النظام العالمي القديم. نعم. طالما نحن بصدد نظام عالمي جديد، هل ننتظر إعادة تشكيله ثم يفرض علينا دور ويفرض على منطقتنا دور، ولا نستبق ذلك بتحركات وتنسيق ومواقف وسياسات وإجراءات حتى على المستوى الداخلي، حتى تتموضع مصر في المكانة الصحيحة ضمن هذا النظام العالمي الجديد؟ نعم. من ناحية النظام العالمي ده هيكون له انعكاس على شكل النظام الإقليمي. علشان كده السيد الرئيس دايما هتلاقي التحركات دلوقتي في إطار ترتيب نظام إقليمي جديد لا يسمح بهيمنة قوة عظمى أو قوة عظمى في سياق ما سيتم بلورته من نظام عالمي. نعم. ده من ناحية. من ناحية أخرى وضع مصر، مش عايز أقول دور لأن مصر أكبر من أن تكون مجرد دور، لكن تموضع مصر أو تمركز مصر في النظام الإقليمي والنظام العالمي أو الدولي الجديد هيكون إزاي؟ هنا التحركات كلها بتتم في هذا السياق. وبالمناسبة احنا عارفين كلنا أن الطاقة دايما هي عصب أي نظام عالمي منذ يعني آلاف السنين، يبقى فحم وبعدين يبقى نفط، يعني مصادر كتيرة للطاقة لكن هي اللي بتحدد شكل النظام ده. دلوقتي نحن بصدد تغيير كل ما له علاقة بالطاقة اللي بيسموها الطاقة الأحفورية اللي بتطلع منها انبعاثات الكربون، علشان كده النفط سيتلاشى دوره شئنا أم أبينا. وحضرب لحضرتك مثال بسيط جدا، الاتحاد الأوروبي قرر وزراء البيئة فيه وقبلهم يعني الدائرة المعنية بصنع القرار المستقبلي في الاتحاد الأوروبي قرروا إن عام 2035 لن يتم إنتاج أي سيارات تعمل بالديزل أو البنزين في المصانع الأوروبية. يعني خلال 13 سنة، وطبعا هيبقى قبلها ما حدش هيجي قبلها بسنتين يشتري عربية بقى بالبنزين والإنتاج هيقف، يبقى هنتجه للطاقة الكهربائية النظيفة، وبالتالي هنتجه للطاقة الشمسية وطاقة الرياح علشان تولد الطاقة دي. هنا دور مصر، هنا وضع مصر الجديد، هنا مصر مرشحة لأن تكون قوة عظمى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. يبقى الدول اللي كان لها وضعية القوة العظمى في الطاقة أو الدول المنتجة الكبرى في الطاقة اللي بتتحكم في الطاقة الأحفورية اللي منها روسيا دلوقتي، احنا شايفين يعني انعكاسات وقف امداداتها او نقص امداداتها من البترول والغاز اثر على العالم كله ازاي. الدول المنتجه دي اللي كان ليها وضعيه الدول العظمى في هذا المجال ستتغير، ومصر ستكون من الدول العظمى في مجال الطاقه الجديده والمتجدده لاسباب بعضها خدنا فيه اجراءات استباقيه، اقامه محطات للطاقه الشمسيه عملاقه، محطات رياح، إضافة لميزة ثالثة مهمة جدا جدا وهي وجود مناطق سهلية شاسعة تسمح بإقامة هذه المحطات العملاقة. نعم. يبقى أنا عندي ثلاث حاجات، طاقة الرياح رغم أن احنا عايشين في حر لكن الأماكن في أماكن في مصر يعني بتولد منها طاقة رياح كبيرة جدا زي الزعفرانة وغيرها، الطاقة الشمسية نفس الحكاية. فدول الاتحاد الأوروبي اللي بتعاني من مشاكل الطاقة القديمة دي اللي هي طاقة البترول، وايضا عندها الطاقة الشمسية مش زينا يعني اقل منا بمراحل كثيرة، هم شايفين ان مصر ممكن تكون مصدر الطاقة الاساسي ليهم هي والمغرب بالمناسبة، وممكن يبقى في جسر لوصول الطاقة الجديدة دي. نعم. من مصر والمغرب او من شمال افريقيا تحديدا وبشكل خاص جدا مصر الى الجانب الاوروبي. فده بعد مهم هيتبلور وهيترسخ وهنشوف فيه اتفاقيات وبروتوكولات وحاجات كتيره جدا في قمه المناخ القادمه. يبقى الرئيس رايح دلوقتي بيخاطب القاده الاوروبيين علشان شكل النظام الجديد ده. احنا هنا علاقه منفعه متبادله،
انتوا محتاجيننا زي ما احنا محتاجينكم. ده ملف اساسي، لكن هناك ملفات اخرى تتعلق بالاستقرار الاقليمي في الشرق الاوسط بالتاكيد وانعكاساته. يعني حضرتك تحدثت عن دلاله التوقيت واهميته وما يعكسه من تفاعل مصر مع التغيرات العالميه بالزبط. وحاله الاستقطاب السياسي العالمي وتشكل قوى جديده حاليا. رئيس السيسي تحدث ايضا خلال زيارته لبرلين عن نقطه الطاقه اللي حضرتك تحدثت عنها الان واشرت اليها، وهو قدرة مصر الآن على تسييل الغاز وإمكان تصديره إلى الدول الأخرى في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من أزمة طاقة بسبب الأزمة الأوكرانية. أهمية ذلك وكيف يمكن أن تستثمر مصر في هذا المجال؟ هقول لحضرتك حاجة، لازم دايما نفرق في التحليل بين الأمد القصير والأمد المتوسط والأمد الطويل. نعم. دول الاتحاد الأوروبي اللي هي المستوردة للطاقة بشكل أساسي، لأنها يعني أكتر تكتل عالمي منتج أو مصنع، الدول دي على المدى القصير هي محتاجة للبترول والغاز، مش هتقدر فجأة لأن فرضت عليها أزمة يعني بشكل مفاجئ جدا اللي هي الحرب الروسية الأوكرانية. وأنا لا أريد أن أتحدث عن أصابع الولايات المتحدة أو دائرة معينة بتتحكم في صنع القرار الأمريكي في ربما خلق أو تأجيج هذه الحرب، لكن الاتحاد الاوروبي على المدى القصير متضرر، فلازم يؤمن احتياجاته بشكل سريع. هنا يتجه الى الدول الجاهزه والمستعد، والحقيقه ان مصر استعدت ليس فقط على صعيد مصر كدوله ولكن ايضا على الصعيد الاقليمي، واحنا شفنا المنتدى الاقليمي للغاز، وعندنا بنيه تحتيه تسمح بتسييل الغاز وبالتالي تصديره الى اوروبا، فاحنا نقدر يعني نؤمن سد فراغ حتى ولو جزئي لتوفير الامدادات من الغاز لاوروبا. والحقيقه ان الاتحاد الاوروبي يعني من الاطراف الصديقه لمصر، ومواقفهم معانا ايجابيه للغايه على عكس ما يرى البعض، لكن الاتحاد الاوروبي حتى في ملف سد النهضه اللي السيد الرئيس حريص على ان يطرحه في كل محطه من محطات جولته، حتى في هذا الملف الاتحاد الأوروبي مواقفه متفهمة جدا للموقف المصري. فالملف ده مهم وأهميته هتبان للناس لرأي العام بشكل أكبر في الفترة القادمة، لأنه هيمس كل حياتنا، كل يعني كل حاجة بنعملها هتلاقيها متأثرة، حتى الأكياس البلاستيك اللي الناس بتشيل فيها الحاجات دي أو بتشتري فيها الحاجات، الكلام ده كله خلال سنوات لازم هينتهي. إنما في إطار آخر مهم الإشارة إليه في الجولة بتاعة السيد الرئيس، وهو المتعلق باعتماد ما يسمى وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي اللي تمت منذ قرابة الشهر. الوثيقة دي احنا عارفين إن في اتفاق الشراكة ده بيقعد 5 سنين، كان خلص نهاية ديسمبر الماضي ولم يتم تجديده لأن المفاوضات كانت مستمرة بين الجانبين، ثم تم اعتماد بقى الوثيقة الجديدة اللي مصر هتحصل بمجابهة على 1,100,000,000 يورو في أشكال دعم ومنح وغيره مباشرة، واللي بيسموها 1.1 دي هيبقى قصادها وفقا للمعطيات الاقتصادية بيبقى قصادها على طول 7.7 مليار دولار استثمارات في القطاع الخاص لمصر. لكن التنفيذ وآليات التنفيذ مهم، احنا مش عايزين كلام على الورق بس، الوثيقة دي فيها كل أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي. فهنا كان لابد أن يتحرك الرئيس لضمان أن تتم عملية التنفيذ بشكل يعني يسير وسهل وإيجابي بشكل كبير للجانب المصري. طيب يعني كون أن مصر بتصل إلى هذه المكانة وهي أن تصبح شريك رائد للاتحاد الأوروبي بالتأكيد هام جدا ويلقي بظلاله على ما وصلت إليه مصر من طفرة تنموية بتجعل الاتحاد الأوروبي بيثق في قدرة مصر على قيادة عدد من الملفات، وهذا ظهر في إشادة المسؤولين الألمان بما حققته مصر من تنمية اقتصادية، من طفرات في مجال الإصلاح الاقتصادي، وكذلك أيضا في صربيا. أهمية ذلك من وجهة نظرك فيما يتعلق بانعكاس الملف الداخلي على الملف الخارجي والعكس صحيح؟ يعني الملف الداخلي مهم جدا، وزي ما قلت لحضرتك وثيقة الشراكة دي بتمس كل أوجه التعاون بما فيها الجوانب السياسية التي تهم الاتحاد الأوروبي. نعم.
هم ليهم نمط، ليهم نموذج، هم والولايات المتحدة عايزين يطبقوه على العالم كله. هذا النموذج نحن نتفاعل معه ونسعى لتطبيقه، لكن اتساقا مع المعطيات الداخلية، منظومة القيم والمبادئ الموجودة في الداخل المصري، ده من جانب. ومن جانب آخر حقيقة الوضع على الأرض، وأن هذه الدولة وهذا الشعب مستهدف بموجة إرهاب وتطرف ديني منظمة يرجع تاريخها إلى الفترة اللي بتاعت الحرب العالمية الأولى زي ما أشرت لحضرتك. يعني ظهور تنظيم الإخوان المسلمين ده كان في بدايات يعني من أكتر من 100 سنة، هي نفس الفترة تقريبا اللي تشكل فيها النظام السابق. فأنا عندي ضغوط داخلية، ما ينفعش أعطي جرعة أو جرعة ديمقراطية 100% تسمح لهذه مش خلايا بقى، لهذا التنظيم بإعادة التمركز مرة تانية علشان يفرض هيمنته وقراره على الشعب المصري. ومن ناحية أخرى منظومة القيم اللي موجودة في مصر لابد من مراعاة. فالمفاوضات في هذا الإطار مهمة، وزيارة الرئيس تحديدا لألمانيا ولفرنسا مهمة، لأن ألمانيا وفرنسا هما القاطرتان الأساسيتان للاتحاد الأوروبي. يعني اللي ألمانيا بتقوله بيمشي، اللي فرنسا بتقوله بيمشي. أحيانا هما يختلفوا مع بعض في ملف مثلا زي دلوقتي الملف المثار بينهم اللي هو المفاعلات النووية. ألمانيا بتوقف المفاعلات النووية تماما عندها بنهاية السنة، مفيش ولا مفاعل ألماني نووي هيبقى شغال، إنما فرنسا واخدة موقف مغاير، والموقف موقف المتباين بين الدولتين دول هيأثر على أمور كثيرة جدا. لكن الألمان، شوف حضرتك، الألمان دول بيحاولوا قدر الإمكان يتبنوا سياسات مثالية للمستقبل. فهو دلوقتي عارف إنه عنده أزمة طاقة وداخل على شتاء، ورغم ده رفضت الإدارة الألمانية تمديد الفترة اللي هيتم فيها غلق المفاعلات النووية، قالوا هنتحمل. وهنا الشعب الألماني بقى وتجاوبه وتفهمه لأولويات المستقبل. الشعب الألماني أبدا لم ينظر أو لا ينظر تحت أقدامه، ما بيبصش للأزمات الملحة دلوقتي أو السريعة أو بيبص لقدام. لا، أنا لازم أخلص من مشكلة البيئة والمناخ دي بسرعة، لأن هما يعني عندهم رؤية وعندهم ثقافة تسمح ليهم بقدر كبير من الوعي بالمخاطر. طيب، يعني على ذكر حضرتك للمناخ، يعني أصبح مؤكدا أن العالم الآن بات يدرك مخاطر التغير المناخي على وجود البشري على كوكب الأرض. صحيح. رغم أن هناك دول يعني بتنأى بنفسها عن المشاركة في هذه الجهود، لكن على الأقل كثير من الدول الكبرى أصبحت تدرك هذا الخطر. موقف مصر من خلال تحركاتها الدولية، من خلال مشاركة رئيس السيسي في حوار بطرسبرغ للمناخ، من خلال استعدادها لاستضافة قمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، كيف ترافق قيادة الجهود الدولية في هذا الملف؟ هو مهم جدا قيادة مصر أولا للجهود الأفريقية، لأن مصر استضافتها لقمة المناخ القادمة جاءت بترشيح كامل من الدول الأفريقية. فنحن لا نعبر فقط عن مصالحنا أو المصالح العربية، لكن بالأساس استضافتنا لهذه القمة تأتي تعبيرا ودفاعا عن المصالح الأفريقية، عن مصالح الشعوب والدول الأفريقية. الدول اللي بتتبنى الأجندة التقدمية في ملف مكافحة أو مواجهة تغير المناخ، هذه الدول متقدمة صناعيا بشكل كبير، خلاص وحقق طفرات تجاوز من خلالها بكثير جدا الدول الأفريقية. فما ينفعش انت تفرض علي حاجات تتعلق بقدرتي على أو على زيادة نمو الاقتصادي أو الصناعي زيك. يعني انت لما توقف عندك صناعات معينة أو التمدد في صناعات معينة، انت تقدر تتكيف مع ده في أوروبا وفي الولايات المتحدة، لكن الدول الأفريقية وهي عند هذا المستوى من ضعف الصناعة ومن ضعف التكنولوجيا ما اقدرش اوقفه. نعم. يعني علشان ده يحصل لازم يبقى فيه مساعدات ضخمة من الدول الصناعية الغنية دي للدول الافريقية علشان تقدر تتكيف مع الاجندة اللي عايزاها الدول الصناعية الكبرى. هنا مربط الفرس في الدور المصري، بنقول لهم انتوا ما ينفعش تطلبوا منا ننفذ حاجات احنا مش قادرين عليها. احنا اولوياتنا ايه دلوقتي؟
يعني الدول الافريقيه اللي بتعاني من ازمه غذائيه دلوقتي. نعم. وهي اصلا بتعاني من اوضاع اقتصاديه مترديه اقرب الى المجاعات. يعني حتى دول القرن الافريقي اللي احنا قد نكون في خلافات سياسيه معها او مع احداها يعني، لكن حتى هذه الدول نحن نتبنى مصالحها في هذا الصدد. فما ينفعش ان انا وهما بيواجهوا ازمه غذائيه وعندهم ازمه اقتصاديه تقول له بقى لا حول لي اقتصادك للاقتصاد الاخضر بضغطه زر. ما ينفعش. عايز اتكيف مع سياساتك لازم تديني دعم مالي واقتصادي كبير ودعم للمحطات بتاعه الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وغيرها وغيرها وغيرها، وما يبقاش بشكل رمزي لكن يبقى بشكل ملموس وفعال علشان نقدر نجاري الاتفاقيات الدولية اللي بتتم على صعيد مكافحة المناخ. تمام. ما يتعلق بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة إلى فرنسا، أهميتها، أهم الملفات التي يتوقع أن يناقشها الرئيس خلال هذه الزيارة انطلاقا من مكانة وثقة لفرنسا على المستوى الدولي؟ يعني إضافة للملفات اللي أشرنا إليها اللي فرنسا منخرطة فيها بشكل كبير، لكن أتصور أن هذه الزيارة الأولى للسيد الرئيس إلى فرنسا بعد إعادة انتخاب الرئيس ماكرون. نعم. فماكرون بيملك في هذه الفترة الرئاسية الثانية قدر أكبر من المرونة للتعامل مع القضايا الدولية والإقليمية. فرنسا دولة متوسطية، كل ما يمس الاستقرار والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط يؤثر مباشرة على فرنسا، سواء فيما يخص الهجرة غير الشرعية، سواء فيما يخص التطرف والإرهاب، سواء ما يخص حتى ملف الحفاظ على البيئة في البحر المتوسط. هنا بقى نتكلم عن الأزمة أو الوضع اللي فيه سيولة كبيرة في ليبيا وضرورة إنهاء هذا الوضع واستعادة ليبيا لوحدتها وتبقى كيان مرة أخرى، كيان سياسي يخاطب العالم بصوت واحد. نعم. أيضا التوترات في دول أخرى في شمال إفريقيا على خلفيات سياسية، احنا شايفين الوضع في تونس في قدر كبير من التوتر بسبب أنشطة تنظيم الإخوان الإرهابي، في دول أخرى أيضا من شمال إفريقيا، منطقة شرق المتوسط الحرب في سوريا يعني لسه شغالة، من ناحية تانية الدور التركي في المنطقة، احنا لسه شايفين تركيا يعني العملية القصف اللي تم على شمال العراق عنوة، ويعني شيء طبعا مثير جدا لاستفزاز المشاعر العربية كلها. فرنسا هنا تنظر للدور التركي بقدر كبير من القلق، أيضا هناك ملف إيران النووي تنظر إليه بقدر كبير من القلق. النظام العالمي الجديد إما أن يخرج بهيمنة أمريكية منفردة مرة أخرى، وإما أن يخرج في شكل متعدد الأقطاب. لسه ده ما بانش، هيبان إمتى؟ مع انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لأن خلي بال حضرتك الحرب دي أثرت سلبا على منافسي الولايات المتحدة كلهم من القوى العظمى، أثرت على أوروبا سلبية صحيح؟ وأثرت على الصين سلبية، وأثرت على اليابان سلبية. قادة الدول العظمى دلوقتي يعني أنا بشوف كل يوم كأن في رئيس من دولة عظمى أو دولة كبرى بيقع، يعني بتاع إيطاليا قدم استقالته قبليها جونسون اتلككوله واستضوف نقطتين وكان ممكن يعدي عادي لو الأمور طبيعية، لكن الضغط الاقتصادي خانق عليهم. المستشار الألماني أيضا يواجه ضغوط، ماكرون عنده مشكلة في الانتخابات البرلمانية، كله اليابان شفنا الراجل شينزو أبي اللي اتقتل علشان الدستور الياباني ده بيتبنى يعني سياسة يمينية، ففي تيار معارض جوه اليابان بتسانده الصين وبتسانده كوريا الجنوبية من قرص تاريخي. فمش عايزين اليابان تغير دستورها علشان تستعيد وضع اللا سلم اللي كانت عليه قبل الحرب العالمية الثانية. ألمانيا بتعيد تسليحها. فبقول لحضرتك يا هيخرج العالم بنظام دولي جديد بهيمنة أمريكية، أمريكا هنا هي التي تتحكم في عصب الاقتصاد العالمي لأن هي اللي بتطبع الدولار، تقدر تتكيف حتى لو يظهر لنا أن هناك ضغوط اقتصادية. أمريكا فيها ضغوط اجتماعية أكبر، يعني
الضغط اللي على امريكا من جوه ضغط اجتماعي نعم وضغط بس مش ضغط اقتصادي بالاساس رغم ان مظاهره اقتصاديه، انما الدول الثانيه دي كلها ضغوط اقتصاديه رهيبه عليها. فممكن المنافسين دول يخرجوا من الازمه مش قوة عظمى. انا بقول لحضرتك وبؤكد ويعني تذكر كلامي ده خلال عامين او ثلاثه ويمكن خلال العام القادم الحاسم ده 2023 هنشوف تغيير في 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 مقاعد الدول العظمى، هيتغير، هنلاقي دولتين ثلاثه دخلوا ودولتين ثلاثه خرجوا، وايضا تغيير في مقاعد القوى الاقليميه العظمى، هنشوف دول تقدمت الى الصداره ودول بتتراجع للخلف. المشهد العام في العالم كله سيتغير. نعم. وهنا اؤكد للشعب المصري رغم ان انا عارف ومواطن وكلنا بنلمس الازمة الاقتصادية لكن الازمة دي موجودة في العالم كله، انما تماسك الجبهة الداخلية المصرية سيكون هو المحدد الاول والاخير تأكيد لتجاوز هذه الوضعية والذي سيساعد مصر على ان تحتل مقعد متقدم للغاية ان لم يكن مقعد القيادة في النظام الاقليمي الذي يتم بلورته بالتوازي مع بلورة او اعادة بلورة النظام العالمي. نعم. الجديد. نعم، يعني عند هذه النقطة نتوقف مؤقتا ونستكمل حوارنا حول جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية. يعني استباقا لهذه الجولة الرئيس كان وضع خطوط عريضة لسياسة مصر الخارجية تجاه بعض الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خلال قمة جدة. دلالة هذه الخطوط في تعريف العالم بموقف مصر الثابت تجاه بعض القضايا. يعني الحسم في المواقف المصرية والوضوح في المواقف المصرية أمر مهم جدا. يعني زي ما قلت لحضرتك في كل الأزمات اللي موجودة في المنطقة. يعني بتكلم على الأزمات الميدانية. نسميها الأزمات الميدانية اللي فيها صراع وفيها حروب وكده. عدم وضوح الرؤية قد يعطي انطباعا للأطراف التي تريد تغيير خريطة المنطقة أو تريد تحقيق مصالحها على حساب مصالح دول المنطقة، قد تعطي أو قد يعطي عدم الوضوح في السياسات الإقليمية قد يعطيها تصورا وانطباعا بأنها قادرة على تغيير مواقف الدول الإقليمية الرئيسية. كل ما نبقى واضح وحاسم هو يدرك أنه لا يستطيع أن يملي علي إرادته بشكل كامل. لو اتكلمنا مثلا على سبيل المثال على الوضع في ليبيا، ما هو في دول كبيرة وليها حلفاء داخل ليبيا عايزة الوضع يفضل زي ما هو. إزاي أنا أقدر أقنع هذه الأطراف بأن مصلحتها في عودة الاستقرار إلى ليبيا؟ إحنا شايفين مثلا في سوريا في تصادم بين تركيا اللي هي ممثل لحلف الناتو، حتى لو بدا لنا احيانا ان هناك اختلافات لكن هم بيلعبوا معاه يعني بيلعبوا تركيا في دور المشاغب دايما. انما دايما هتلاقي في صدام بينها وبين روسيا. طب ازاي بينها وبين روسيا صدام يا جماعه في سوريا وفي ليبيا قبل كده، وازاي هم اللي بيتفاوضوا ويتوسطوا دلوقتي علشان ازمه الغذاء؟ وازاي اردوغان حضر مع الرئيس الايراني ومع بوتين بعد يوم من قمة جدة؟ ها ازاي حضروا قمة ثلاثية في ايران؟ نعم. فالمواقف كلها المراد من وراءها التحكم في منطقة الشرق الاوسط، وهنا يبرز الدور المصري. والدور ده على فكرة الرئيس حدده، لو يعني لو سمعنا او قعدنا الاستماع لكلمة الرئيس في قمة جدا هتلاقي حضرتك حاجة غريبة جدا. الرئيس الامريكي وما كانوش عارفين كلمة بعض، يعني الرئيس بايدن تحدث والرئيس تحدث. لما بايدن جه تحدث عن بلورة خمس نقاط اساسية. لما الرئيس السيسي رد بكلمته، ما عرفش مصادفة بقى ولا ايه، رد عليه ايضا بخمس نقاط رئيسية. فكأن العملية خمسة زائد خمس. انت بتطرح وجهات نظرك اللي بتحقق مصالحك، لكن انا برضو بطرح وجهة نظري مش اللي بتحقق مصالحي انا بس، لكن اللي بتحقق مصلحة الامن القومي العربي. نعم. سواء بشكل عام او في كل قضية على حدة وفي مقدمتها
القضية الفلسطينية، لم تتخلى مصر سواء بشكل مباشر أو حتى بالتلاعب بالمصطلحات زي ما دول تانية بتلعب. يعني تلاقي دول مثلا يقول لك القدس الشريف غير القدس الشرقية، ده حاجة وده حاجة، نعم. حاجات كتيرة جدا يعني بيحصل فيها. فموقفنا واضح، لكن الأهم أن يكون هذا الموقف منسجما ومتوافقا مع تماسك الجبهة الداخلية المصرية. أنا لا أريد أبدا أن أغفل هذه النقطة، لأن هذا هو يعني الباب الصغير أو النافذة الصغيرة التي يمكن أن يتسلل من خلالها من لا يريدون لمصر أن تشغل مقعد الصدارة في النظام الإقليمي الجديد. حضرتك أشرت إلى نقطة هامة وهو حرص الرئيس على الأمن القومي العربي. صحيح. وهو دائما ما يحمل هموم وقضايا الأمة العربية خلال جولاته الخارجية، وهذا من منطلق مسؤولية مصر عن هذه القضايا. وخلال زيارته لصربيا رئيس الصربي قال إن مصر بتتوسط أوروبا وإفريقيا وآسيا، وبالتالي هي جسر للحوار بين الدول العربية والإفريقية والأوروبية. أهمية ذلك من وجهة نظرك في كون مصر مؤهلة لأن تكون بالفعل هي جسر للتواصل وتدير هذه الملفات العربية خارجيا أيضا؟ يعني بحكم الجغرافيا وبحكم التاريخ وبحكم نوعية البشر الذين يعيشون على أرض مصر، بحكم هذه العناصر مجتمعة، مصر لها تأثير على كل ما يجري، ويتجاوز هذا التأثير كون مصر جسر أو أكثر من ذلك. أنا عايز أقول لحضرتك أنه حتى وأنا أشاهد الصور اللي قاله تلسكوب الأمريكي ده صورها، نعم. حضرتك اللي تابع عليهم هو بيتكلموا على إيه؟ هم عايزين يوصلوا لأسرار نشأة الكون. وأنا أؤكد لسعادتك أن ما تم سرقته من آثار مصرية في العقود ويمكن القرون القليلة الماضية هو الأساس والمفتاح العلمي الحقيقي الموجود لمعرفة حقيقة نشأة الكون بالتوازي أو بما يعكس ما ذكره القرآن الكريم في هذا الصدد. هم عايزين يوصلوا هناك دلوقتي لنفس النقطة. الملف ده مهم جدا عندهم، لأن معرفة ما يتعلق بنشأة الكون يعني معرفة ما يتعلق بنهاية الكون. وقصة المناخ دي كلها اللي موجودة دلوقتي لأنهم يخشون أن ينتهي كوكب الأرض بسبب تمادي التغيرات المناخية الناتجة عن تمادي البشر في سلوكيات خاطئة هتنهي كوكب الأرض زي ما انتهى قبل كده أيام سيدنا نوح وما إلى ذلك. إنما هم جابوا ده منين أساسا؟ جابوه من مفردات موجودة في برديات أو في صخور الحضارة المصرية. ومع الأسف يعني عارف ان ده قد يكون خارج السياق، لكن عشان الناس تبقى عارفة مصر دي ايه، الناس مش فاهمة قد ايه احنا عظماء. مصر دي عظيمة فوق ما اي حد يتخيل. نعم. كان حصل سرقة لمتحف ملاوي على يد تنظيم الإخوان لما عملوا شغب وضرب وتكسير في متحف ملاوي ودخلوا سرقوه. قبلها بأشهر قليلة علماء غربيين مش عايز أقول من دولة إيه اكتشفوا في أحد التوابيت ما يسمى بالألواح النجمية، شريحة موجودة في غطاء التابوت رفيعة فيها حاجات مرتبطة بالنجوم وبنشأة الكون. هذا الموضوع يعني المتحف أنا عارف إنه عيد افتتاحه، لكن هذا الموضوع كان أحد أهم المدخلات اللي هم اشتغلوا عليها عشان يربطوا مسائل تتعلق معرفة نشأة الكون، وبيحاولوا دلوقتي يثبتوها بالصور اللي بيلتقطها كل يوم التلسكوب ده. فمصر يعني بنتجاوز كمان المشاكل الإقليمية والسياسية والاقتصادية والمالية لما هو أبعد من ذلك، الحرب الجديدة بين القوى العظمى في الفضاء. علشان البعد اللي أنا بقوله لحضرتك ده، هنا دور مصر وما تخبئه أرض مصر من أسرار هتساعد الدائرة اللي قلت حضرتك عليها اللي بتتحكم في العالم، هتساعدهم في وقاية الأرض من الاتجاه
الى الانهيار خلال عقود او نعم. سنوات قليله زي ما بيقولوا، هم عم يقولوا الحراب بتزيد كل سنه مش عارف معدل قد ايه، فالمحيط المتجمد ده هيسيح والتاني هيسيح. تمام. كلها توقعات بس كل يوم حضرتك في عمليه حرب نفسيه شغاله بتثير الفزع من غير احنا ما نحس في عقلنا الباطن. لو شفت الاعلام الغربي قد ايه بيكثف الدعايه الاعلاميه على اضرار اللي بيحصل مناخ، بصوا حرائق غابات، كان حاجات دي اول سنه تحصل. يعني الثلج اللي بيدوب ده كانه اول سنه. يعني اضافه الى ذلك ايضا مشكله التغير المناخي وتداعياتها، هناك ازمه كورونا وتداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه، مصر لها موقف في احتواء تداعيات هذه الازمه وفي عدم تصعيد الموقف وبتقود الجهود نحو الحلول السلميه. خلال زياره الرئيس الى صربيا كان هناك توافق في وجهات نظر البلدين بشان ذلك، خصوصا انهما من دول عدم الانحياز. اهميه ان تقود مصر ذلك وان تحمل دائما رايه السلام وتسعى الى تحقيقه على ارض الواقع. السلام ياتي احيانا بتوازن القوى التي يمكن ان تتجه بنا للحرب. عشان كده هتلاقي حضرتك في حرص من القياده المصريه على تحقيق التوازن في علاقاتنا مع القوى العظمى. نعم. يعني على سبيل المثال ما هو الرئيس راح المانيا هو فرنسا صح؟ لكن لافروف حسب معلوماتي جاي بعد بكره وزير خارجيه روسيا. نعم. صربيا دي اللي هي يوغوسلافيا السابقه اللي كانت من اهم الدول الحليفه لمصر ضمن سياسه عدم الانحياز اللي منعت حاجات كتيره جدا كان ممكن تعصف بالعالم كله وتتجه بينا لحرب عالميه ثالثه. فاعاده تنشيط علاقاتنا بصربيا مهمه جدا، وحضرتك شفت كم الحفاوه نعم. اللي موجود في صربيا بوجود السيد الرئيس، لانهم بيدركوا وهم دوله بقى في المنتصف يعني بين الناتو من ناحيه وبين روسيا من ناحيه، والشعب العرق بتاعه يعني قد يكون اقرب الى الشعب الروسي لكن انتمائهم المستقبلي وعايزين سياساتهم تبقى قريبه للغرب، يعني في وضعيه عايزين يحافظوا فيها على وضعيه عدم انحياز. هنا اقترابه من مصر في المرحله دي مهم جدا. اقترابه من فكر القياده المصريه حول كيفيه الحفاظ على التوازن الاقليمي والشرق اوسطي وبالتالي التوازن في اوروبا مهم جدا. يعني هل بترى أن دور القوى المتوسطة اللي بتحتفظ بعلاقات متوازنة غير منحازة مثل مصر وصربيا في أنها تحاول أنها تقود جهود الحل السلمي في الأزمة الروسية الأوكرانية وتقريب وجهات النظر لتجنيب الشعوب تداعيات وويلات هذه الأزمة لفترة ليست بقصيرة، أهمية ذلك وموقف الأطراف الدولية الفاعلة في المشهد السياسي الدولي من هذه القوى المتوسطة أو المتوازنة مثل مصر وصربيا؟ احنا يعني عايز نفرق بين عدم الانحياز السلبي وعدم الانحياز الإيجابي. نعم. عدم الانحياز السلبي، مش السلبي يعني الوحش والحلو بقى هنا، لا، عدم الانحياز السلبي بمعنى ان في دول غير منحازة او عايزة تبقى غير منحازة لكنها صامتة، زي بالظبط ما كنا بنقول على قطاع من المواطنين، قطاع كبير من المواطنين في مصر، حزب الكنبة. هو في الدول ايضا وفي المجتمع الدولي يوجد حزب الكنبه. نعم. يعني هم مش عايزين ضغوط تحصل عليهم لكن يقول لك مالناش دعوه بده ولا ده وايه خلينا في حالنا. تمام؟ ده ما ينفعش. وفي دول ثانيه منها او في مقدمتها مصر بتتحرك لتحقيق عدم الانحياز الايجابي، يعني تحركات دبلوماسيه نشيطه، قوه عسكريه يعتد بها، سياسات اقتصاديه طموحه مع قدرة شعب على التحمل، أمور كثيرة جدا تجعل الدور المصري في هذا في هذه السياسات المرتبطة بعدم الانحياز الإيجابي مهم. وكل يوم وكل ساعة بنبقى عايزين نستقطب دول أخرى إلى مصاف الدول التي تتحرك للحفاظ على عدم التوازن، على عدم الانحياز الإيجابي الذي يؤمن العالم من صراعات كثيرة جدا في المستقبل. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط للشؤون الخارجية.